هنروح لفندق الإقامة وزميلنا أمير هشام. مساء الخير يا أمير، إيه الأخبار عندك؟ محمد، وتحياتي لضيوفك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد النهارده مباراه مهمه جدا ومصيريه لفريق النادي الاهلي امام فريق نصر حسين دايا الجزائري. خليني اطمن كل جمهور النادي الاهلي على الفريق واستعداداته لهذه المباراه، ونتكلم بالتحديد عن البرنامج الخاص بفريق النادي الاهلي النهارده. النهارده طبعا كان في الفطار الخاص باللاعبين، ايضا كان في موعد صلاه الجمعه الساعه 2 بالظبط، كان في محاضره من قبل كابتن حسام البدري اللي انضم فجري اليوم لمعسكر الفريق استعدادا لهذه المباراه. محاضرة كانت مهمة جدا من قبل كابتن حسام البدري للاعبين وايضا الجهاز الفني عن اهمية هذه المباراة وضرورة الفوز فيها، وخصوصا خلاص ان الضغوط اتشالت شوية عن النادي الاهلي ان هو يفوز بفارق اهداف. النادي الاهلي مطالب انه يفوز بهدف واحد فقط عشان يؤهل سواء كاول مجموعة او ثاني مجموعة على حسب طبعا المباراة الاخرى ما بين الوحدة وفريق الفيصلي الاردني. لكن بالتالي ايضا كان في موعد الغداء الخاص بفريق النادي الاهلي. النهارده ايضا هيكون في محاضرة ختامية قبل هذه المباراة، واللي هيحدد فيها كابتن حسام البدري التشكيل الممكن يبتدي هذه المباراة، وهتكون المحاضرة بالظبط في تمام الساعة 7 وقبل تحرك الأتوبيس بحوالي ربع ساعة في اتجاهه لملعب استاد السلام واللي هتقام عليه هذه المباراة. لكن خليني أقول لك بشكل عام في أجواء تفاؤلية هنا في معسكر الفريق. الفريق بيستعد بمنتهى الجدية لهذه المباراة، خصوصا إن شاء الله من خلال الفوز في هذه المباراة النادي الأهلي يتأهل مباشرة لدور قبل النهائي من البطوله العربيه، واللي اكيد هي بطوله مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره، بالتحديد في الاستعداد للفتره المهمه المقبله واللي هيكون فيها طبعا قبل نهائي كاس مصر، وايضا في حاله التاهل لنهائي بطوله كاس مصر، وكذلك البطوله الافريقيه الاكثر اهميه بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره. لكن لو هنتكلم على التشكيل يا محمد، خليني اقول لك ان التشكيل هيكون اقرب من المباراه الاخيره. هيكون في حراسه المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع محمد نجيب ورامي ربيعه، ناحيه اليمين هيكون باسم علي، ناحيه الشمال هيكون حسين السيد، في نص الملعب مفيش خلاف عن حسام غالي وعمر السوليه، امامهم ثلاثي هيكون كريم ندفد، عمرو بركات، احمد حمودي، والمهاجم الوحيد النهارده هيكون المفاضله ما بين عمرو جمال ووليد ازارو مهاجم النادي الاهلي الجديد. خليني اقول لك ان في احتمالات ان ممكن صالح جمعه يبتدي المباراه النهارده، خصوصا انه بان جاهزيته بشكل كبير خلال التدريبات السابقه وتحديد بعد عودته من الاصابه اللي لحقت به مؤخرا. من الوارد ان احنا نشوف صالح جمعه متواجد في التشكيل الاساسي النادي الاهلي او الاعتماد عليه كورقه رابحه بالنسبه للجهاز الفني في الشوط الثاني بالتحديد. لكن بشكل عام ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني مستعدين بشكل جيد جدا لهذه المباراه، وان شاء الله نتمنى ان هم يفوزوا خلال المباراه دي. في المقابل خليني اقول لك لو هنتكلم عن اللاعبين المستبعدين النهارده، كان ليهم بعض التدريبات الخاصه. يمكن احنا عارفين كابتن حسام البدري اختار 22 لاعب، او كابتن احمد ايوب بالتحديد قبل الوصول كابتن حسام البدري اختار 22 لاعب لهذه المباراه. بقيه اللاعبين النهارده عندهم تدريبات على فترة الفترة الأولى كانت الساعة 9 الصبح، وكانت بعض التدريبات البدنية وبعض التدريبات الكرة. الفترة الثانية كانت الساعة 5، وكان ليهم بعض التدريبات الخاصة في صالة الجيم الخاصة بلاعبي النادي الأهلي في مختار التتش. خليني أتكلم شوية عن الفريق الجزائري، فريق نصر حسين داي، واللي عنده فرص مماثلة لفريق النادي الأهلي، والنهاردة في حالة فوزه ممكن يؤهل للدور المقبل لا قدر الله. طبعا لو فاز في هذه المباراة هيكون أيضا عنده 6 نقاط وهينافس سواء على المركز الأول أو على المركز الثاني للصعود، وده اللي ما نتمناش ان احنا انه يحصل ان شاء الله. نتمنى النادي الاهلي هو اللي يفوز في المباراه. في المقابل المدير الفني للفريق الجزائري كان ليه بعض التصريحات المهمه جدا عن فريق النادي الاهلي، وقال ان احنا قبل ما نوصل للبطوله العربيه لما عرفنا المجموعه بتاعتنا عرفنا ان هي اقوى مجموعه، وبالذات ان فيها فريق عالمي وفريق قوي جدا زي فريق النادي الاهلي. المباراه صعبه، الفرقتين عايزين يفوزوا في هذه المباراه، لكن بشكل عام ان شاء الله نتمنى ان النادي الاهلي يقدم مباراه قويه. نتمنى ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي يكونوا موفقين، خصوصا المباراه على ارض النادي الاهلي وايضا وسط
قصه جماهيره اللي هتكون متواجده النهارده في المباراه. وخليه بس اذكر جمهور النادي الاهلي يا محمد ان احنا عندنا فرص ان احنا ممكن نبقى اول المجموعه، خصوصا ان فريق الفيصلي الاردني لو خسر بس بنتيجه 1-0 والنادي الاهلي قدر انه يفوز بنتيجه 1-0 هتكون طبعا النادي الاهلي ليه الافضليه ان هو يكون اول مجموعه، خصوصا في هذه الحاله النادي الاهلي هيكون عنده 3 اهداف في مقابل فريق الفيصلي الاردني، هيكون عنده هدفين وممكن يؤهل طبعا كثاني مجموعه، خصوصا ان المجموعه الثانيه والثالثه خلاص الموضوع حسم، ما فيش اي فريق هيوصل للنقطه رقم 6، اقصى حاجه هتكون في النقطه رقم 5. بالتالي ان شاء الله النادي الاهلي النهارده يحقق نتيجه كبيره ويفوز على فريق طبعا نصر حسين داي الجزائري، واللي كان لينا مواجهتين سابقتين معاه طبعا، واللي قدرنا نفوز تعادلنا في مباراه وفوزنا في مباراه اخرى كانت ايضا في البطوله العربيه. نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يواصل مسيرته في هذه البطوله ويفوز في هذه المباراه ومن ثم التاهل للدور المقبل ودور نصف النهائي من البطوله العربيه. يا محمد لو في اي استفسار تفضل. نشكر طبعا زميلنا امير هشام مراسلنا من فندق اقامه النادي الاهلي اللي جاب لنا كل كواليس فندق النادي الاهلي والاقامه وايضا الاستعداد للقاء نصر حسين ضايب، نشكره شكرا جزيلا.